فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشرت رسالة جوال يقولون فيها إن الجن يحملون إيوانات سالبة، يقول إن الجن يحملون إيوانات سالبة والملح يحمل إيوانات موجبة. هذا كلام سامج وكلام فاسد. مش أدراهم إن الجن يحملون كذا والملح يحمل كذا، هذا كله كذب. هذول يرشون سيسان البيت بالملح، يقول إنه يطرد الجن، يريدون يبررون العمل هذا. نعم. ثم يقول حفظك الله: فهل إذا قالوا إنه قد نجح عن طريق التجربة؟ لا لا، ما صحيح، ولا نجح عن طريق التجربة، يكذبون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير قوله سبحانه: ونحن ما نتبع التجربة، نتبع الوحي، نتبع الدليل. التجربة وإن أصابت مرة فهي تخطي آلاف المرات. نعم. التجربة وإن أصابت مرة فهي تخطي آلاف المرات.